وجانا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته ملائك الرحمن شهر به نرقى يزيدنا رفقا شهر به نرقى هي اللي رعاية أرملة واليتيم مكتب ولائي عين الدفلة يعني تتشرف بافتتاح اليوم الرسمي للمطعم عابر السبيل حي سوفي على بركة الله وعندنا يعني اليوم ان شاء الله الكتاب المكتوب ان شاء الله اليوم عندنا يعني جماعات حوالي 150 وجبه بالمقابل قاعه حفله كاساندرا على الطريق الوطني المؤدي الى الطريق الوطني رقم 4 احنا المتواجدين بالمشروع المخصوص بالخصوص وهو مطعم عابر السبيل هذا اول تجربه مع قهوه في الخير بعد ما كنا مع عده سنوات في جمعيه كفيل اليتيم وعندنا باع في العمل الخيري بهذه التجربه كانت تجربه السنه الماضيه كانت تجربه ناجحه الحمد لله هذه السنه رانا ان شاء الله نتمنى تكون تجربه ناجحه يا حبذا نوجه نداء من هذا المبر الى المحسنين والمحسنات الافاضل باش يعاونونا ويساعدونا عندنا الخضر عندنا المواد الغذائيه الاساسيه عندنا اللحوم المفرومه عندنا اللحوم الدجاج عندنا كذلك ما ننساوش المشروبات الغازيه والغير غازيه في مشاريع التي اطلقتها الجمعيه من بينها مشروع افطار الصائم الميزانيه التقريبيه اللي انا دايرينها للمشروع هي من 7 ملايين حتى ل 10 ملايين سنتيم نبداو باذن الله الايام الاولى بحوالي 100 وجبه والهدف اللي انا باغي نوصلوا ليه هو حوالي 400 وجبه باذن الله ونرتقي الدرجات في جنة الرضوان وجنة